عودة الحوار بين طرفي اتفاق مرم خايل والحزب منزعج كثيراً من جبران باسيل، ما صحت هذه المعلومات وهل من اتفاق جديد يلوح في الأفق؟ يبدو أن البرود الشديد الذي ساد بين طرفي اتفاق مرم خايل انتهى، وتحديداً بعدما أعلنه رئيس التيار النائب جبران باسيل عن عودة قنوات التحاور مع الحزب بذهنية إيجاد حل من دون فرض شروط مسبقة، وهو ما أكده الأمين العام للحزب في حديث متلفز يوم أمس بإشارة لافتة إلى الصديق جبران باسيل وفق ما قال. في كواليس هذه اللقاءات سرب موقع لبنان ديبيت نقلاً عن مصادره أنه خلال النقاشات بين الثنائي الأصفر والبرتقالي سئل باسيل عن الأسماء التي يراها مناسبة لرئاسة الجمهورية، فلم يسمي أحداً واكتفى بالحديث عن المواصفات، الأمر الذي أزعج الحزب الذي تبين له أن باسيل لا يفكر سوى بحرق سليمان فرنجي. هذه المعلومات توفرت بعد أن أوردت صحيفة الأخبار نقلاً عن مصادر مطلعة أن استئناف الحوار حول الملف الرئاسي يأتي على قاعدة عدم وجود شروط مسبقة، بحيث أن باسيل أسقط شرطه بسحب ترشيح زعيم تيار المرد سليمان فرنجي مسبقاً، فيما يتصرف الحزب على قاعدة أنه أمام مهمة إقناع رئيس التيار بفرنجي أو أن يقنع باسيل الحزب بمرشح آخر. وفي المقابل لم يغير التيار الوطني الحر موقفه من هذا الترشيح، إلا أن الانسداد المستحكم في أفق الأزمة الرئاسية دفع إلى تكون قناعة لدى الطرفين بضرورة الذهاب إلى الحوار وعدم الرهان على متغيرات قد لا تأتي بالضرورة في القريب العاجل. وللمراهنين على تراجع الثنائي الشيعي عن ترشيح فرنجي، فقد سربت الأوساط المقربة من هذا الفريق عبر الديار أجواء مفادها أن رهانهم في غير محله، والقراءات السياسية لتطورات المنطقة وتوازناتها الجديدة تؤكد على حتمية تمسك هؤلاء بفرنجي وعدم السماح بالمجيء برئيس يسمح بفتح البلاد للنزاعات وتدخلات بغطاء دولي ضد المقاومة وسلاحها مهما كانت الاعتبارات. وهذا هو العنوان السياسي لمعركة رئاسة الجمهورية عند الخارج، والباقي تفاصيل. هذه التطورات تأتي في وقت يتفاعل فيه الحراك الدبلوماسي حول الملف اللبناني وفق ما جاء في موقع المدن. فداخلياً، حركة مشهودة يقوم بها السفير القطري في بيروت إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي تحضيراً للاجتماع الخماسي الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل، وذلك بدءاً من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري وصولاً إلى البطريرك الماروني بشار الراعي. أما خارجياً، فقد زار الموفد الفرنسي جون إيف لودريون المملكة العربية السعودية، حيث التقى بالمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولة للبحث بملف لبنان والتحضير لاجتماع الدوحة، على أن يعود بعدها إلى باريس للقاء رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، وبعدها يفترض أن يعود إلى بيروت للقاء المسؤولين في زيارة تستمر لأيام عديدة.